أنا جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم إن شركة مراد الجرح هترجع زي الأول، والشركة هتمشي زي الساعة. طبعاً كان مختار وعدني إنه هيوقف معي ويساندني في الموضوع ده، بس من الواضح إنه مش كفاية، عشان كده أنا محتاجة تعاونكم كلكم عشان الموضوع ده يحصل. واللي مش موافق على كلامي ده يقدر يعتذر من دلوقتي. عن إذنك سعد. أي فندم؟ عايزة أعرف كل كبيرة وصغيرة حصلت في الشركة وأنا مش موجودة. أكيد. حاضر أستاذ عبد الحميد. فندم عايزة أطلع على كل عقود العملاء. حاضر فندم. أهلا سامح. زي ما اتفقنا أنا جاي لك دلوقتي. سلام. وانت طلبت تقابلنا تاني يا مختار علشان تقول نفس الكلام؟ مش رفضت تاخد 25% من اسهم الشركه وعشت لي فيها في دور البطل الشريف وسبتنا ومشيت؟ طلبت تقابلنا تاني ليه يا مختار؟ تقدروا تقولوا يا جماعه ان انا فكرت في الموضوع واكتشفت ان انا مش بالرخص ده. انا ممكن اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس ده هيكلفكم 50% من اسهم الشركه. 50%؟ مش شايف انها نسبه كبيره شويه؟ لا استنى هاني، وهترجع لنا الشركه ليه بقى يا استاذ مختار؟ هي الهانم بعتك ولا ايه؟ انت برضو تعرف عني كده يا سامح. احنا هنروح للمحامي بتاعي هنمضي عقود الشراكه والتنازل، وبعدها نص الشركه هيبقى بتاعه. شركه ايه اللي هتنزل لك انا؟ الشركه مش بتاعتنا اصلا. ما هو لو انتوا عملتوا اللي انا بقوله واتفقنا، نص شركه ابوك هترجع لكوا تاني. قلنا ايه؟ احنا عملنا انجاز مهم النهارده. معلش انا تعبتكم معايا. بالعكس، انا سعيد جدا بالانجاز اللي عملناه النهارده، والحقيقه وجود حضرتك في الشركه والحماسه اللي انت راجع بيها دي، ده مؤثر فينا كلنا. لا ان شاء الله مش هتعدي سنه الا والشركه دي هترجع على رجلها زي الاول ان شاء الله. طب يا فندم، بالنسبه لمؤتمر دبي اللي حضرتك هتحضريه، كان مطلوب 2 يحضروا من مجلس الاداره، مستر مختار، التاني مين؟ لا مختار مش هيبقى موجود معانا، هو استاذ عبد الحميد مع اي مهندس من اللجنه الاستشاريه. خلاص اوكي. تمام. ميرسي قوي يا جماعه، تقدروا تتفضلوا. شكرا. كنت فين يا استاذ؟ بشتغل في الشركة من الصبح لوحدي وسايب الميتنج من أوله. عموماً أنا أنجزت كتير من غيرك النهاردة. برافو. مالك؟ هو إيه اللي مالي؟ وبعدين معاك يا مختار، بص أنا عارفة إنك متضايق مني، وعارفة كمان إن أنا ممكن أكون عملت حاجة وجعك. خلاص بقى،
ما عادش فيه لزوم للكلام ده خالص. لا ليه لازم يا مختار؟ انت لازم تسمعني. انا خلاص مش عايزه امثل تاني ولا عايزه اضحك على حد. انا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي، كل ما كنت بخاف كنت بهرب، كنت بدور على حته استخبى فيها، ولما كنت بلاقي الامان كنت بقعد وردة. حتى هنا يا مختار انا كنت عايزه امشي وانت اللي قعدتني. فاكر كم مره انا كنت عايزه ارجع الشركه دي لولاد مراد وانت تقول لي لا، الشركه دي من حقك، الفلوس دي فلوسك. وانا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق، انا كده تمام. انا داليا نور، شركه وفلوس كل ده بتاعي وانا راضيه. حلو كده. بس في حاجه مهمه قوي لسه ناقصاني، يمكن دي اهم حاجه، اني ارجع ابني. انت استحاله تتخيلي انا عملت ايه عشان تحسي بيا. يا مختار الحب مش عافيه. انا مش عايزه اضحك عليك، ده انا اول مره احس ان انا عارفه اخد قرار. ده بدل ما تفرح لي انت زعلان. انا مش عايزه اكذب على حد ولا عايزه اكذب عليك، بس انت كل حاجه في حياتك كذب. مين داليا نور؟ داليا نور دي ملهاش اي وجود. احنا اللي عملناها، الفناها زي اي حدوته، ليها بدايه وليها نهايه. انت فكرتني بحد مره قال لي زمان ان الدنيا دي مليانه حكايات، الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن. وانا بقى حظي ما جاش غير على الحاجات اللي تحزن. بس انا مختار دلوقتي داليا نور، دلوقتي ممكن يبقى عندي حكايه حلوه. انا عايزه افضل داليا. ما ينفعش تفضلي داليا، انت عسليه، هي دي الحقيقه. أنا يمكن أكون وسخ، بس أنا مش كذاب، وعشان كده لازم أقول لك أنا عملت إيه. أنا اللي جبت معروس البيت، وأنا اللي بعدته عنك، وأنا اللي كلمت طارق وعرفته مكانك، وأنا اللي بعدته عنك. أنا عملت كده يمكن عشان كنت متخيل إن لما بعد الناس دي عنك هتعرفي قد إيه أنا بحبك. حب إيه يا مختار؟ لازم أعمل كده، كان لازم الحق يرجع لأصحابه. وأنا عملت لك إيه؟ أذيتك في إيه يا مختار؟ ليه تعمل فيا كده؟ الشركة دي أنا مش عايزاها، وأنت اللي كنت بتقول لي لأ. أنت فاكرة هيفرق معايا الكلام ده؟ ده أنا جاي عليا أيام كنت بنام في الشارع. انت فاكر كده انك بتنتقم مني؟ انا اكتر حاجة وجعاني ان انا صدقتك. مختار ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، وسخ، انت كل حاجة وسخة في الدنيا.